ولنقاش ملف أزمة الكهرباء المستمرة في العراق والفشل الحكومي في معالجتها تزامنا مع تواصل الهجمة على أبراج الطاقة الكهربائية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا. كيف يمكن تقييم تعامل الحكومة مع أزمة الكهرباء التي يعاني منها العراق منذ سنوات؟ يعني بالتأكيد أزمة الكهرباء بالعراق بدأت تتفاقم أكثر فأكثر. تعامل الحكومة، لا يوجد حكومة في العالم صرفت ما صرف العراق على الكهرباء ولم يكن هناك أي نتيجة. أنا أعتقد هناك عاملين أساسيين في فشل الحكومة أو عدم وصول الكهرباء إلى العراقيين. الأول هو عامل الفساد الموجود في مؤسسات الدولة، والثاني هي إيران وأذرعها في العراق. اليوم استهداف أبراج الكهرباء لا يعتبر هذا جريمة فردية أو جريمة عشوائية، وإنما جريمة منظمة، وأصحاب هذه الجرائم هم لديهم حصانة من العقوبة في العراق. اليوم قتل الآلاف من العراقيين، دمرت الكهرباء، الأحواض السمكية، المحاصيل الزراعية كلها تحرق وتدمر، ولم يظهر على الفضائيات ولا مجرم واحد تقدمه الحكومة للقضاء. هذا يعني أن الحكومة أضعف حلقات الدولة العراقية، وهذه المافيا هي من تتحكم في العراق وفي مقدراته. أستاذ حسين، أعلنت الحكومة الحالية عن مساع لإنشاء محطة نووية للاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية، ما مدى واقعية مثل هذا المشروع وإمكانية تحقيقه على أرض العراق؟ يعني إذا هي مولدة كهربائية لن يستطيع الحفاظ عليها، وأحواض سمكية لن يستطيع الحفاظ عليها، ومحاصيل زراعية، كيف يستطيع الحفاظ على مفاعل نووي في العراق حتى لو كان فقط سلميا، يعني لدعم الكهرباء ودعم النشاط الصناعي. أنا أعتقد هذا الأمر صعب جدا. هو مشروع يعني فيه يعني فساد أكبر، وستدخل أيضا الميليشيات إن كانت هذه المنظومة التي يعمل عليها الكاظمي أو الحكومة العراقية عموما إن لم تكن إيران راضية عليها، أيضا ستواجه كما تواجه الكهرباء اليوم بسبب ربط الكهرباء سواء من دول الجوار. قامت هذه الميليشيات والجماعات المسلحة باستهداف أبراج الكهرباء، فبالتالي كذلك سوف تستهدف هذه المنشأة أو شركاتها. ولنا عبرة أيضا في الصين، عندما استهدف رئيس شركة الصين في المدينة الفاو. والأمر يعني أنه إحنا في دولة تحكمها المافيا وتحكمها العصابات المسلحة الإجرامية، والدولة أضعف حلقاتها، فالكل الأمن مفقود والاقتصاد مدمر والبنية التحتية تتدمر يوما بعد يوم، وبالتالي حقيقة وضع العراق صعب ويرثى له. تحدثت قبل قليل أستاذ حسين عن سياسة الإفلات من العقاب، كيف يفسر عدم إعلان الحكومة حتى الآن إلقاء القبض على العناصر التي تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية؟ هذا يفسر كما فسرنا عندما استهدف المواطنين اللي هم أهم من الكهرباء، يعني من المتظاهرين ومن سكان مناطق الغربية وغيرها، المقابر الجماعية. فبالتالي الكهرباء يعني قضيتها تشبه قضية قتل المتظاهرين. أيضا لم يظهر على لم تظهر الحكومة أي من القتلة، ولم تحمل أي جهة مسؤولية القتل لهؤلاء. فبالتالي كذلك الكهرباء ستمر هذه الجرائم كما مرت بقية الجرائم. السبب هو شيئين، إما الحكومة متواطئة وإما ضعيفة، وهذه الميليشيات والمافيا تتحكم بها. تحدث مستشار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عن خطط جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الكهرباء وتشييد محطات، هل يمكن للشركات الأجنبية المخاطرة بالدخول للسوق العراقية؟ من المعروف أنه رأس المال جبان، لا يمكن أن يكون هناك استثمار في أي بلد مفقود فيه الأمن، لا يمكن استثمار في بلد تتحكم فيه مافيات وميليشيات وسلاح خارج نطاق الدولة. فلا أعتقد أنه أي جهة تستطيع أن تستثمر في العراق ما لم ترضى عنها إيران والولايات المتحدة في آن واحد. ولاحظنا أنه الشركات الكهرباء وشركات الطاقة، أي شركة تأتي تنافس تتحرك هذه الجهات لصالح إيران والولايات المتحدة، بالتالي تضطر إما للهروب أو دفع الأتاوة لهؤلاء.
فنحن أمام فوضى، لا يوجد نظام، لا يوجد قانون عقوبات لهؤلاء، لا يوجد مليون مقاتل في العراق، مليون عدد القوات الأمنية مع الشرطة مع الجيش مع الأجهزة الأخرى يقارب أكثر من مليون، وهؤلاء المليون لن يستطيعوا العثور على هؤلاء المجرمين. أليس هذا يعتبر تواطؤ؟ ألا يعتبر أقل شيء تقصير؟ في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، لماذا تواصل الحكومة طرح نفس الحلول التي يصفها الشارع بالحلول الترقيعية ولا تتجه لفصل ملف الكهرباء عن البعد السياسي الخارجي وجعله ملفا سياديا بحتا؟ لا تستطيع الحكومة أن تجعل من ملف الكهرباء ملفا يعني فنيا فقط. العامل السياسي والعامل الأمني موجود في الاقتصاد العراقي وفي جميع الشركات، وإحنا نتابع الأحداث من عام 2003 وإلى الآن. لا تستطيع شركة أن تدخل إلى العراق بدون إرضاء بعض القوى السياسية والموظفين الحكوميين إضافة لهذه الميليشيات، وبالتالي لا يمكن فصل الكهرباء عن بقية المفاصل الأخرى كالجانب السياسي والجانب الأمني، كلاهما مرتبط بعضه ببعض. عندما يتوفر الأمن في العراق آنذاك تأتي الشركات ويحاسب المقصر، ومن يستهدف أفراد الكهرباء سوف ينال جزاؤه، وإلا تبقى هذه الدوامة في العراق إلى ما لا نهاية. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث والسياسي حسين السبعوي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.